هذا البرنامج من ضمن نشاطات مكتبة جامعة بيتلحم. الفكرة منها إنه نجيب طلاب المدارس للمكتبة يشوفوا أول إشي المكتبة ويتعرفوا عليها، ومنلففهم قسم قسم، وبعدين بيجوا على مركز تراثنا على أساس يشوفوا الأشياء التراثية الموجودة في مركز تراثنا. قامت طالبات مدرسة رهبات مار يوسف بزيارة مكتبة جامعة بيتلحم بعد دعوتهم لزيارة مكتبتنا. موظفات المكتبة فرجوا البنات على أقسام المكتبة، وبعدين أجوا على مركز جورج نصرة وشرحت لهم عن الأشياء الموجودة في المركز، وبعدين فرجيناهم فيلم عن بيت لحم عمره أبو 100 سنة عشان يشوفوا الطالبات كيف كانوا الناس عايشين بهذاك الوقت، إيش كانوا يلبسوا، كيف كانت بيت لحم. أهمية الزيارة إنه نعرف طلاب المدارس على مكتبة جامعة بيتلحم وعلى مركز جورج نصرة للتراث الفلسطيني. نشكر رهبات مار يوسف على تلبيتهم لهذه الدعوة.